السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا بكم حبايبي بكل المشتركين الجدد. بتمنى من اللي بيشوف قناتي لاول مره يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلوك كل جديد. حلقه النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض ازاي ان انت تقدر تكسب فلوس كتير عندك من مشروع تربيه الحمام. بس اول حاجه وحابه اتكلم عنها هي السلالات او الانواع ان انت ممكن تبدا بيهم عندك مشروع تربيه الحمام. هتكلم دلوقتي معاكم عن ثلاث انواع ممكن ان انت تقدر تبدا بيهم عندك المشروع، وهم اللي انت هتبتدي بيهم تربيه الحمام. اول نوع عندي واول نوع احنا اتكلمنا عنه قبل كده، وهو الحمام الزاجل. الحمام الزاجل اللي هو الحمام انت عايز تربي ثلاث، هتكلم معاكم عن ثلاث سلالات حمام بيكونوا من حيث المناعه بتاعتهم كويسه، وكمان من حيث الاحجام الزغاليل بيكون احجام الزغاليل عندك كويسه وممتازه. اول نوع هتكلم عنده وهو الحمام الزاجل، وزي ما انتم شايفين انا عندي هنا انواع من حمام الزاجل. تميز ان هو لونه بيكون مدي على اللون الازرق شويه. احاول ان انا اوريكم كده فرد حمام زاجل اللي انتم شايفينه ده، هو اللي بياكل من الاكياله بتاعه الحمام دي. اللون ده ده فرد حمام منه. يبقى عندي انا هنصحك بثلاث انواع من الحمام اللي انت ممكن تبدا بيهم مشروع الحمام عندك، وهو الحمام الزاجل. اول نوع منهم هو الحمام الزاجل، بتميز ان مناعته بتكون ممتازه، مناعته كويسه، كمان الزغاليل بتاعته بتكون احجامها كويسه وممتازه. حمام بينتج على طول، بينتج ممكن 7 جواز او 6 جواز في السنة، حدود من 6 ل7 جواز في السنة. اسعاره كويسة في السوق. اتكلمنا قبل كده عن اسعار الحمام وعن حلقة اسعار الحمام في مصر، هحطها لكم ان شاء الله في الرابط بتاع في هحط لكم الرابط في وصف الفيديو علشان نعرف اسعار الحمام. يبقى اول نوع اتكلمت عنه وهو الحمام الزاجل. حمام ممتاز جدا من حيث المناعة، من حيث الحجم، من حيث السعر، يعني حمام مواصفاته كويسة جدا. تاني نوع هتكلم عنه هو الحمام الكريزلي. زي ما انتم شايفين عندي برضو حمام كريزلي، بس انا مش عارف اوريكم بصراحة الحمام لما اخلص بس اكل كده، احاول ان اقولكم انواع الحمام الكريزلي. تاني نوع انا بنصح بيه وهو الحمام الكريزلي، برضو حمام ممتاز جدا من حيث الاحجام، من حيث المناعة، من حيث المواصفات، ممتاز جدا، اسعاره كمان كويسة. هحاول ان انا ابتدي بمثلا هتكلم انا ده تاني نوع اتكلمت عنه وهو الحمام الكريزلي. بيكون برضو زغاليله ممتازة جدا جدا وحجمها كويس، وبيكون متوسط وزن الزغلول فيه من 500 جرام من 750 جرام، ده متوسط حجم الزغاليل فيه. حجمهم بيكون كويسة، مناعتهم كويسة، كمان انتاجهم بيكون كويس جدا. ثالث نوع ممكن اتكلم عنه وهو الحمام اللاحم الفرنسي. حمام ممتاز جدا، مواصفاته ممتازة، برضو بيكون ده بمسافة ما الحمام بيكون عنده او الزغاليل بيكون عندها 15 يوم، تبتدي الام تشوف مكان تاني علشان تبيض فيه، ويبتدي بقى اللي هو الاب او الذكر بتاع الحمام يبتدي ان هو ياخد باله من الزغاليل لغاية ما تكبر وتبتدي او توصل عندي لمرحلة الفطام او توصل عندي لسن الفطام. يبقى عندي الحمام الزاجل اول نوع بنصح بيه، تاني نوع الحمام الكريزلي، تالت نوع من حمام اللحم الفرنسي او اللحم الفرنساوي، ممتاز جدا من حيث الانتاج. انتاج كل 15 يوم، بتسيب الزغاليل عمرها 15 يوم وتبتدي ان هي تعشش في مكان تاني، والاب او الذكر بيبتدي ان هو ياخد باله عندي من الزغاليل الموجودة عندي في القفص لغاية ما تكمل سن الفطام. يبقى الحمام اللحم الفرنساوي او اللحم الفرنسي بيتميز ان هو بيكون اعلى عندي من الحمام الزاجل والحمام الكريزلي، بحيث هو بيكون اعلى منهم في الانتاج. مثلا بيكون مثلا لو الحمام عندي بينتج 7 جواز في السنة، يبقى الحمام اللحم الفرنساوي ممكن بينتج من 7 ل8 ازواج في السنة. يبقى هو مميزاته ان هو بينتج على طول، علشان كده سموه اللاحم او بيلحم العش في العش، يعني بينتج على طول. يعني اول الحمام عندي من كام 5 يوم ابتدي ان هو يبيض في مكان تاني. يبقى عندي دول اول 3 جواز او اول 3 حاجات انا ممكن اتكلم فيهم بيهم اتكلم يعني في الموضوع ده عنهم.
يبقى انا هختار الاجواز اللي عندي اللي انا هبدا بيها. وانا نصحت بثلاث اجواز ممتازين جدا ممكن تبدا عندك مشروع الحمام. هتبتدي عندك بكام جواز حمام؟ لو انت عايز تبتدي مشروع حمام مثلا ما يقلش عن 10 15 جواز. عايز تبتدي مشروع كويس، عايز تبقى عندك مشروع كويس تكسب منه مكاسب كويسه، ابتدي عندي مثلا ب 10 15 جواز مش اقل من كده، بحيث ان انت كل ما كترت اصلا كل ما كترت عندك عدد الجواز بتاعه الحمام كل ما هيكون عندك انتاج اكتر. يبقى انت انتاجك بيكون اكتر من كل ما زودت الاعداد يكون عندك الانتاج اكتر. يبقى هتبتدي عندك مشروع مثلا ب 10 او 15 جوز حمام. طب انت عايز تشتري حمام، عايز تربي حمام، قلت لك على انواع او السلالات الكويسه اللي انت ممكن تبدا بيها عندك مشروع بحيث ان انت تلاقي انتاج كويس، يكون عندك انتاج كويس. قلنا عايز تبتدي مشروع حمام هتشتري انت الانواع اللي انت عايزها مثلا من تاجر من اي مكان عندك. هتبتدي انصحك بايه؟ حمام هتجيب زغاليل ولا حمام شغال ولا حمام شبابات؟ انا بفضل ان الحمام الشبابات والزغاليل هو اللي تيجي في ان انت عايز تبدا بيهم المشروع عندك. بفضل انتاج اللي بفضل الحمام الشبابات وبفضل الحمام الزغاليل احسن بكتير عندي من الحمام الشغال. ليه؟ لان ممكن الحمام الشغال مثلا يكون الراجل او التاجر اللي عطيك الحمام ما عندوش ضمير شويه، او ممكن يديك حمام مثلا هو شغال ايوه ممكن يبيض عندك مره وخلاص وبعد كده يقطع وما عادش يبيض تاني. لا انا بفضل الحمام الشبابات اللي هو خلاص على خلاص ان هو يعني على وش ان هو يبيض خلاص، او الحمام الزغاليل تبتدي ان انت تربيها عندك وتقعد عندك 5 شهور، او تبتدي عندك ان هي تقعد فتره على ما تخلص 10 ريشات. الحمام كل 5 يوم بيقع ريشه عندك، يبقى على ما يكمل 150 يوم عندك يبتدي ان هو يبيض لو انت جايب الزغاليل. اما لو انت جايب شبابات ممكن تقعد عندك شهر او حاجه وتبتدي عندك ان هي تبيض. يبقى انا بنصح بالشبابات والحمام الزغاليل احسن بكتير من الحمام الشغال، لان ممكن حصلت عندي اشتريت حمام شغال او باض مره وتاني مره ما باضش، بعد كده مره او اتنين وبعد كده ما باضش وخلاص وخلاص ذبحته وما خلاص ما عادش اصلا ما عادش هيبيض خلاص، انا هسيبه عندي ياكل ويشرب ليه عندي في المكان، فابتديت ان انا ذبحته. يبقى بنصح بالحمام يكون حمام زغاليل او حمام شبابات، وهتبتدي عندك ب10 تجواز من الحمام. يبقى الحمام، طب في ناس بتقول لي هو فعلا الحمام بيصرف على نفسه والحمام بيربح ارباح كويسه، يعني ممكن اكسب من الحمام او يكون عندي ارباح كويسه من الحمام؟ فبقول لك على قد ما تهتم بالحمام على قد ما هتلاقي عندك انتاج كويس، زي ما قلت النظافه والاكل الكويس. في فصل الصيف الحمام بيكلف كلفه مش كتير، اما في فصل الشتاء الحمام بياكل كتير، يبقى احط الحمام عندي مرتين في اليوم صبح وبالليل او صبح واخر النهار. اما الحمام لو عندك في فصل الصيف الحمام هتحط له هتكلف له مره واحده في اليوم، لان الحمام عندك مش بياكل كتير في فصل الصيف. اما الميه لازم الميه على طول تكون قدام الحمام وتكون ميه نظيفه. الحمام عامل فيها براز نغير الميه، نحط عندك في فصل الصيف ضروري ان انت تحط عندك حاجه الحمام عندك يستحمى فيها، لان بيكون الجو حر جامد والحمام بيكون مجهد حراريا، فكمان الحمام بيحتاج حاجه تطري عليه او كده، لازم تحط عندك حاجه عندك الحمام ان هو يستحمى منها. يبقى زي ما قلت لكم كده الحمام ممكن تبدا بمشروع ب10 او 15 جوز حمام، يعني ما يقولوش عن كده. الحمام تحط اكل متوازن كلفه متوازنه، نظافه كويسه، نظافه ميه، تحافظ على المكان سواء انت بتربي في قفصان او في سلكات، سواء بتربي في حمام سايب لازم ان انت تاخد بالك جدا من موضوع ان انت الحمام عندك المكان الحمام بيبيض فيه او المكان الحمام بيعيش فيه لازم تنظفه كويس. القفصان اللي عندك لازم تنظفها كل ما تيجي تقطف زغاليل، لازم تنظف مكان الزغاليل علشان ما يحصلش عندي موت للزغاليل. لازم قبل الفصل بيومين تدي الاهالي فلاجيل علشان يكون عندك انت عشان يكون عندك يكون عندك انتاج كويس من الزغاليل، بحيث ان انت بعد كده تلاقي ان شاء الله مكاسب كويسه وارباح كويسه عندك من مشروع الحمام. وده كان فيديو النهارده، يا ريت استفدتوا من الفيديو بتاعي، ما تنسونيش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.